بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك حق هم، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ويستخبرونك أحق هو، أي المعاد والقيامة، من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعرزين، أي ليس صيرورتكم ترابا بمعرز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم به عز وجل على من أنكر المعاد في سورة سبأ، وقال: الذين كفروا لا تأثير الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. قوله: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، وأن وعده حق كائن لا محالة، وأنه يحيي ويميت وإليه يرجعون، وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق من سائر أقطار الأرض والبحار والقفار. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة أي فحصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين والمصدقين والموقنين بما فيه.
كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة، كما روى ابن أبي حاتم عن أيفع ابن عبد الكلاعي يقول: لما قدم خراج مصر إلى عمر، لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولا له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، أكثر من المكتوب، فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. قال ابن جرير رحمه الله: فاستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يقول تعالى ذكره: ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك يا محمد، فيقولون لك: أحق ما تقول، وما تعدنا به من عذاب الله في الدار الآخرة جزاء على ما كنا نكسب من معاصي الله في الدنيا. قل لهم يا محمد: إي وربي إنه لحق لا شك فيه وما أنتم بمعجزين، وما أنتم بمعجز الله، إذا أراد الله بكم، إذا أراد ذلك بكم، ما أنتم بمعجز الله بهرب أو امتناع، بل أنتم في قبضته وسلطانه وملكه، إذا أراد فعل ذلك بكم فاتقوا الله في أنفسكم. ثم يقول تعالى ذكره: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يقول تعالى ذكره: ولو أن لكل نفس كفرت بالله وظلمها في هذا الموضع عبادتها غير الرسول، عبادتها غير من يستحق عبادة، عبادتها غير من يستحق عبادة، وتركها طاعة من يجب عليها طاعته. ولو أن لكل نفس كفرت ظلمت، أي الظلم الأكبر، ما في الأرض من قليل وكثير لافتدت به. يقول: لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم سفالتهم الندامة، أخفت رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهم، وإيقنوا أنه واقع بهم، وقضي بينهم بالقسط. يقول: وقضى الله يومئذ بين الأتباع والرؤساء منهم بالعدل وهم لا يظلمون، وذلك أن الله لا يعاقب أحدا منهم إلا بجريرته، ولا يأخذه بذنب أحد، ولا يعذب إلا من قد أعذر إليه في الدنيا وأنذر وتابع عليه الحجج.
وهم لا يظلمون، قد بلغتهم دعوة الرسل وتتابعت عليهم الحجج وأعذر الله إليهم فهم لا يظلمون. ثم قال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. يقول جل ذكره: ألا إن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من شيء لله ملك لا شيء فيه لأحد سواه. يقول: فليس لهذا الكافر لله يومئذ شيء يملكه فيفتدي به من عذاب ربه، وإنما الأشياء كلها للذي إليه عقابه. ولو كانت له الأشياء التي هي في الأرض ثم افتدى به لم يغل منه ذلك، لا ثم افتدى به لو كانت له الأشياء التي هي في الأرض ثم افتدى بما لم يقبل منه بدلا من عذابه فيصرف بها عنه العذاب، فكيف وهو لا شيء له. فكيف وهو لا شيء له يفتدي به منه وقد حق عليه عذاب الله. يقول الله جل ثناؤه: ألا إن وعد الله حق، يعني أن عذابه الذي أوعد هؤلاء المشركين أوعد هؤلاء المشركين على كفرهم حق، فلا عليهم أن لا يستعجلوا، فإنه بهم واقع لا شك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول: ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون حقيقة وقوع ذلك بهم، فهم من أجل جهلهم به مكذبون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يقول تعالى ذكره: إن الله هو المحيي المميت، لا يتعذر عليه فعل ما أراد فعله من إحياء هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم، ولا إماتتهم إذا أراد ذلك، وهم إليه يصيرون بعد مماتهم فيعينون ما كانوا به مكذبين من وعيد الله وعقابه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يقول تعالى ذكره لخلقه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني ذكرى تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعيده من ربكم. يقول: من عند ربكم، لم يخترقها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفتعلها أحد، فتقول: لا نأمن أن تكون لا صحة لها، وإنما يعد بذلك جل ثناؤه وإنما يعني بذلك جل ثناؤه القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم هي القرآن، وهو الموعظة من الله وشفاء لما في الصدور. يقول: ودواء لما في الصدور من الجهل، يشفي به الله جهل الجهال فيبرئ به داءهم ويهدي به من خلقه من أراد هدايته به وهدى. يقول: وهو بيان لحلال الله وحرامه ودليل على طاعته ومعصيته ورحمة يرحم بها من شاء من خلقه فينقذه به من الضلالة إلى الهدى وينجيه به من الهلاك والردى، وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين به دون الكافرين به، لأن من كفر به فهو عليه عمى، وفي الآخرة جزاؤه على الكفر به الخلود في لظى. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يزعمون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بك وبما أنزل إليك وبما أنزل إليك من عند ربك، قل: بفضل الله، أي أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو الإسلام،
فبينه لكم ودعاكم إليه بفضل الله الذي هو الإسلام وبرحمته التي رحمكم بها فأنزلها إليكم فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه وبصركم بها معالم دينكم وذلك القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها. عن أبي سعيد الخدري قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال بفضل الله القرآن وبرحمته أنجعلكم من أهله وبرحمته أنجعلكم من أهله أهل القرآن. عن هلال بن يساف قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال بالإسلام الذي هداكم وبالقرآن الذي علمكم. قال هلال ابن يساف فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. عن هلال مثله. عن قتادة قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا أما فضله فالإسلام وأما رحمته فالقرآن. عن الحسن قال فضله الإسلام ورحمته القرآن وأما رحمته فالقرآن. عن مجاهد قال بفضل الله وبرحمته قال القرآن. عن مجاهد قال عن مجاهد وبرحمته قال القرآن. قال ابن عباس هو خير مما يجمعون قال الأموال. قال آخرون بالفضل القرآن والرحمة الإسلام. عن ابن عباس قال بفضل الله قال القرآن وبرحمته حين جعلهم من أهل القرآن. عن الضحاك قل بفضل الله وبرحمته قال بفضل الله القرآن وبرحمته الإسلام. اختلفت القراء في قراءة قوله فبذلك فليفرحوا. قرأ ذلك عامة قراء الأمصار فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. يجمعون بالياء على التأويل الذي تأولناه أنه خبر عن أهل الشرك بالله. خير مما يجمعون هم المشركون. يقول فبالإسلام والقرآن الذي دعاهم إليه فليفرح هؤلاء المشركون يعني لو تابوا وأسلموا لا بالمال الذي يجمعون. القرآن خير من المال الذي يجمعون. فإن الإسلام والقرآن خير من المال الذي يجمعون. عن أبي التياح فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يعني الكفار. وروي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. يجمعون. عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فبذلك فلتفرحوا وخير مما تجمعون. وكذلك كان الحسن البصري يقول غير أنه فيما ذكر كان يقرأ هو خير مما يجمعون على وجه الخطاب والثاني على وجه الخبر عن غائب. وكان أبو جعفر القارئ فيما ذكر عنه يقرأ ذلك نحو قراءة أبي بالتاء جميعا.
الصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراء الأمصار من قراءة الحرفين جميعا بالياء فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لمعنيين: أحدهما إجماع الحجة من القراء عليه، الثاني صحته في العربية، وذلك أن العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء، وإنما تأمره فتقول افعل ولا تفعل. وبعد فإني لا أعلم أحدا من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر المخاطب باللام فلتفرح. ويروى أنها لغة مرغوب عنها غير الفراء، فإنه كان يزعم أن اللام في ذي التاء الذي أن اللام في ذي التاء اللي فلتفرح الذي خلق له واجهت به أم لم تواجه. فإن اللام إيه؟ البناء أنا عندي ذي التاء. لا هو هي مش متواترة، هي تلاقيها راوي واحد بس من القراء المشهورين، هو دايما لو قارئ واحد فقط لا يقبل هذه القراءة. هي مش متواترة، هي بتبقى واحد من القراء السبعة، قراءة السبعة متواترة إلى أصحابها، مش متواترة فيما بعد ذلك، ولكن هي لا تخالف لأنها موافقة لرسم المصحف. ها؟ وأبو جعفر برضو تجمعون، ولا الاثنين يجمعون؟ يعني كلهم متفقين على يفرح فليفرحوا ويجمعون. هو يرى القراءة يجمعون فليفرحوا وخير مما يجمعون. هو بحث طويل بقى، بس يبدو ان في تصحيف لان النسخة دي غير النسخة التانية. ويرى انها لغة اللي بالتاء لغة رديئة، ان هو فلتفرحوا لغة رديئة. يقول فليس لأحد ان يتلوه يتلو القرآن، يقول كلام الله الذي أنزله على محمد بلسان العرب، ليس لأحد أن يتلوه إلا بالأفصح من كلامها، وإن كان معروفا بعض ذلك من لغة بعضها فكيف بما ليس بمعروف من لغة حي ولا قبيلة منها، وإنما هي دعوة لا نبت فيها لا ثبت فيها ولا حجة. شدد هو في هذه المسألة. إن شاء الله نشرح المرة القادمة إن شاء الله. قولوا هذا، أستغفر الله.